منتخب المرابطون على نظيره البنني بهدف دون رد خلال مباراة ودية جمعت بينهما في إطار اليوم العالمي للفيفا. وقد سجل هدف المباراة الوحيد لاعب منتخب المرابطون ملاي أحمد خليل الملقب بسام عن طريق ضربة جزاء في نهاية الشوط الثاني من المباراة. الحمد لله فوز زين عدنا ان شاء الله بين اللي انا اللي عود قريب من 9 اشهر عندنا قلب وفتر هنا والحمد لله اللي حصلنا الفوز اليوم الحمد لله. شو مثلك هذا البيت بعد العوده؟ عوده مشرفه الحمد لله. لا وقت الدور الاولي دخلنا ان شاء الله المسابقه. قال رئيس الاتحاديه الموريتانيه لكره القدم احمد اليحيى ان فوز مباراه منتخب المرابطون على نظيره البناني يعتبر مهما في الترتيب الدولي للفيفا، لكن الاهم انه سيسهم في تحضير المنتخب للتصفيات القادمه. لكن الأهم وبكثير هو على أنها تحضيرية للتصفيات القادمة. هذه المباراة والمباراة القادمة أمام الكونغو يوم الاثنين هي الفرصة الوحيدة اللي عند منتخبنا من أيام الفيفا ياك يحضر للتصفيات، وكان لابد أن نحضروا لها بأقصى ما يمكن. لذا حاولنا أن اللاعبين يجوا كاملين مع كامل الأسف. اليوم خاصونا مهاجمين وهم المعروفين إسماعيل جاكيتي ومامانياس، هم أسرع المهاجمين عندنا. كان لو كانوا موجودين قد يعود ذاك أثر إيجابيا على المنتخب. يقال المهم أن فم معطيات جيدة بالنسبة لي في الوسط في الدفاع، نعت عن فم انهم فاهمين التكتيك المطلوب منهم من طرف الناخب الوطني، وفم عمل. النتيجة ما هي مهمة بحد ذاتها، مع انه الفوز مهم بالنسبة لنا ياك نتقدموا في تصنيف الفيفا، لكن الأهم من ذلك هو التحضير، هو انه الناخب الوطني قبل فكرة عن اللاعبين كاملين، وعنه دخل بعض اللاعبين اللي ما كان قد يختبرهم في المباراة الرسمية. ومعنا في الاستوديو سلمو والطالب احمد صحفي رياضي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. يعني بدايه كيف كان اداء منتخب مرابطون خلال هذه المباراه؟ المنتخب الوطني الموريتاني المرابطون مساء اليوم ظهر باداء جيد في المباراه، وخاصه ان الجماهير الرياضيه ازرت المنتخب الوطني وظهر بمستوى جيد، والمدرب كانت خياراته سليمه 100%. والفوز كان مهم بالنسبه للمنتخب الوطني خاصه في الايام الفيفا. المباراة طبعا لها دور، الفوز له دور سيرفع من تصنيف المنتخب الوطني في التصنيف الدولي، خاصة أمام منتخب البنين. المنتخب البنين الآن يحتل المركز 66 عالميا، وقد شارك في 3 كؤوس إفريقية. طيب من خلال هذه المباراة ما هي نقاط قوة وضعف المنتخب المرابطون؟ المنتخب الوطني هنالك ضعف، هنالك اللياقه البدنيه، هنالك نقص في اللياقه البدنيه، وايضا هنالك البعض من الزملاء الاعلاميين والمتابعين للشان الرياضي ينتقدون المدرب بسبب الخيارات، ان ليست هنالك خيارات بديله. جل اللاعبين اعتمد عليهم المدرب، خاصه المدرب لم يكن متواجد في موريتانيا في كثير من المناسبات، ولم يتابع الدوري عن دوري الموريتاني بشكل منتظم، وهنالك خيارات متاحه بامكانها ان تضيف شيء للمنتخب الوطني، خاصه حميه والطنجي، ايضا هنالك لاعب تقدي، لاعب نادي تشكجه، هنالك لاعبين اخرين في مختلف الانديه الدور الموريتاني في الدز وفي الاقصر وفي افسان واديب وفي السنيب، بامكانهم ان يضيفوا اضافه للمنتخب الوطني. طيب هل كانت لدى الناخب برايك في خيارات افضل مما اختاره اليوم؟ طبعا هنالك خيارات من الخيارات التي لعب بها اليوم، هنالك لاعبون مواهب موجوده ويقدمون اداء جيد في الدوري الموريتاني، لكن لم يستدعم المدرب. ليست هنالك مبررات من وجهه نظري، يجب ان تتاح لهم الفرصه من اجل ان يتاهل المنتخب الوطني لكاس افريقيا 2019 في الكاميرون، ومن اجل ضخ دماء جديده في المنتخب الوطني. طب على اي حال منتخب المرابطون سيواجه نظيره الكونغولي في 27 من الشهر الجاري، برأيك يعني إلى أي حد هو قادر على الفوز رغم أن المباراة ودية بالطبع؟
طبعا هنالك المنتخب الوطني عندما يكون في الملعب الأولمبي طبعا فاز على منتخبات كبيرة، خاصة المنتخب الكاميروني بطل الأمم إفريقيا الماضية، فاز على منتخب جنوب إفريقيا، منتخب ليس بسهل، فاز على عدة منتخبات. ربما المنتخب الوطني في الملعب الأولمبي لا أخاف على المنتخب الوطني، وأتوقع أن يكون فوز آخر للمنتخب الوطني في المباراة القادمة. من ناحية المعطيات العلمية الواقعية حسب القدرات، برأيك هل سيفوز؟ ما مصوغات هذا الفوز إن كان؟ ما الإمكانات التي يمكنه أن تمنحه الفوز؟ ما الفرق؟ توقع الفوز للمنتخب الوطني بعدة معايير. أن المنتخب الوطني في هذه الفترة هو في أحسن أحواله، خاصة أن التشكيلة التي يلعب بها المدرب هي نفس التشكيلة التي شاركت في تصفيات كأس أمم إفريقيا الماضية، وقدمت أداء لا يستهان به، وصيفة المجموعة أمام من؟ أمام المنتخب الكاميروني. طيب هو المنتخب على أي حال يحضر خلف المنتخب الكاميروني. طيب هو على أي حال الآن منتخب مرابطين يحضر من خلال هاتين المباراتين الوديتين للتصفيات المقبلة، يعني برأيك ما هي الجوانب التي يحتاج المنتخب التركيز عليها أو تعزيزها أو تحسينها أو تطويرها؟ طبعا هي اللياقة البدنية، وخاصة الهجوم. أيضا نحن عندنا مشكلة في الهجوم، خاصة الهجوم المنتخب الوطني في الآونة الأخيرة. هنالك لاعب بايجيلي طبعا قدم اليوم مباراة جيدة جدا، وأيضا هنالك أدم با المضاف للمنتخب الوطني الذي غاب عن تشكيلة المنتخب الوطني لعدة فترات بأسباب خلافات مع المدرب الفرنسي مارتينيز. أتوقع أن إذا ركز المنتخب الوطني في القادم الأيام على مستوى الهجوم وعلى مستوى اللياقة البدني وعلى مستوى الدفاع ومؤازرة الجمهور الرياضي، أتوقع أن تكون الفوز من نصيب المنتخب الوطني، والفوز الثاني ربما يرفع المنتخب الوطني في تصنيف الفيفا، وربما يساعد في تحضيرات لكأس أمم إفريقيا 2019. طيب يعني أنت بأصفك متابع، دائما نلاحظ في المحللين أنهم يعتمدون في انتقادهم للمدرب الوطني على غياب لاعبين يعجبونهم او شيء من هذا القبيل. كرة القدم لا تعترف بلاعب، قد هو يرى اشخاص جدد انت لا تراهم او اسمائهم غير لامعه ليستعين بهم، ما المانع في هذا يعني لماذا؟ طبعا تحليل سليم كما قلت، لكن المشكله في المدرب، ان المدرب مارتينيز هو ربما لم يتابع الدوري بشكل منتظم بسبب تواجده دائما في فرنسا. اذا ركز المدرب على الدوري الموريتاني وتابع الدوري الموريتاني بامكانه ان هنالك مواهب مقيبه، واتمنى من القائمين على الاتحاديه كره القدم ان ينتبهوا لهذه المواهب من اجل مشاركتها في تشكيله المنتخب الوطني، من اجل ان نحصد نتائج ايجابيه للمنتخب الوطني وان يتاهل المنتخب الوطني في المنافسات القادمه. يعطيك العافيه سلمو للطالب احمد، وصحفي رياضي، كنت ضيفنا. شكرا جزيلا.